لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل وأنت الرؤوف الرحيم جل جلالك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك فاللهم احشرنا في زمرته وأحينا على ملته واسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك اللهم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبغض بغيض إلينا معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين إلهنا قد رزقتنا مما نحب فاجعل ما رزقتنا عونا لنا على ما تحب اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات اللهم أنزلهم منازل الرضا والتكريم اللهم خص منهم الآباء والأمهات وارحمهم كما ربونا صغارا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدينا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واكتبنا في السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أولادنا وشبابنا وفتياتنا واجعلهم عدة لأهليهم ومجتمعاتهم وأوطانهم، وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واحفظ رجال أمننا وجنودنا يا قدوس يا سلام. اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه بتوفيقك، ووفقه ولي عهده لكل ما تحب وترضى. اللهم وفقهم لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. إلهنا قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، فأعط كل سائل منا مراده، فأعط كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزياده. وصل اللهم وسلم على نبيك المصطفى وخيرة خلقك المجتبى، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى.